سلام، اليوم لعبة تراب رح نسكت الأشرار في فرايداي نايت. القصة باختصار في اللعبة ان هذا حبيبتي وابوها رح يتحداني راب ينزلي 1v1. انتو تعرفيني يعني قدامها لازم اني ابدع. وما بطل عليكم شباب، لا تنسون الاشتراك واللايك. هذا الاب، يلا بسم الله. طبعا اللعبة يحتاج لها سرعة في التحكم بس ما عليكم. ايزي فوق. يا حبيبي شوف جلدته تحت، شوفه كيف. اي او او اي الله اني جليل. غلط. اوكي خلاص قدم علي شوي بس ما عليه. حبيبي ايزي. رانتو صار اسرع. او ماي جاد. اوكي ذا بيت بوكس شباب شباب. ايوم ريسبكت مان، ريسبكت الصراحه على البيبو باع. تحدي المرأة هذه صعبة. بدري. تعرفون انتم ان انا محترف في الالعاب. راوند 3. والله عصب عصب. دايم. دايم. والله هذا الصراحة الرب هنا مولع الوالد. سنتحدى. الصراحة وصلنا للنص هنا، اعتبر اننا متعادلين. اول راند جلدته بالصراحة عصب يعني.
قال قدام بنتي وكان ما ينفع يا ولد. يعني احس اني بدعت. تقولوا ايه رايكم يا شباب؟ بعد ما جلت الوالد جت الوالده قالت زوجي اوكي راح نتحدى عادي اوكي. شوف الوالد يرقص ورا ولا مو ذا. يا اخي ايزي معلش يعني معلش. خلطة شوية بس ما عليه. قدم علي أنا كثير. أوكي العيد 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 الأبدي العيد العيد قدمت بس عاد. معلش معلش إني والله شفت عندي كذي. ركز بندر. حطت على بابا بس عادي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. لا اوكي العيد انا خاص راسه ما ادري بس اتركه. اوكي ضبطها. اخر شيء ضبطها عادي يعني الصراحه الام مره محترفه. واحد ها واحد واحد شباب هذا راوند الان. اوكي بيب بيب بري. والله مولع والله مولع. اوكي متاخر صار اوكي ده لو ضغطت زر من ترى قريب من الازرار. اوه ماي جاد والله صراحه الام يعني اقرب احتراما يعني في عالم الرابر. Thank you.
دايم دايم ييه. اوكي بس شباب وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا بهذه اللعبه. في مراحل ثانيه اذا كان حابين انكم تشوفون، بس اذا تحسوا ان خلاص كذا كفايه تمام. لا تنسون تقيمون المقطع، تعطوني لايك، واللي مشترك اشترك. وبس مع السلامه.